السلام عليكم البنات صافا عليكم بخير صحه اموركم طيبه كنت تكونوا ان شاء الله في خير بخير وعلى خير هذا الفيديو كيف العاده ان شاء الله في احسن الاحوال اول حاجه رمضان مبارك سعيد يدخل عليكم ان شاء الله بالصحه والعافيه وطول العمر وكل ما كتمنوا نتوما والعائلات ديالكم والاحباب ديالكم ويجعلنا فيه ربي من المعتوقين من النار اللهم اعنا على على صيامه وعلى قيامه ويا ربي اعنا فيه يا رب وما تجعلناش فيه من الخاسرين يا ربي وجعلنا فيه من الرابحين ومن اللي تكتبوا من العتقاء من النار ومن اهل الجنه يا رب ليا وللمسلمين اجمعين يا ارحم الراحمين اليوم البنات جيت نقتسم معكم واحد الوصفه واحد القنينطات كيجيو فنيونين مزيونين بزاف هاد القنينطات هادو معروفين بزاف في تطوان البنات تطوان كاملين اللي كيتفرجوا في هذا الفيديو غادي يعرفوهم من التراث التطواني هاد القنينطات هادو كنقول لهم تقاوت كيجيو فيهم اللوز والقرقاع يعني فيهم الفواكه الجافه وكيجيو معسلين كيجيو كيحمقوا كنا كنعملوهم دو كانوا كيتعملو في الاعراس انا يعني البنات تطوان غادي يعرفوا هذا الشيء هذا كنا كنعملوهم في الاعراس كيتعطاو في الاعراس كانوا مزيونين فنين بنانين ولدادين واللي جربهم انا متاكده اللي جربهم البنات عمرو ما يستغنى عليهم عندوز معكم المقادير اللي عندي عندي طاسه ديال 250 جرام مقدار ميتين وخمسين غرام مقدار ميتين وخمسين غرام د مقدار ميتين وخمسين غرام الزبيب الزبيب فزقوها فزقوه البنات في المزهر وخليه هو يرزق حتى كيتنفخ عندي مقدار ميتين وخمسين د انا عندي هنا الزنجلان ناقص شويه حيت سلالية وما كنتش قدرت نخرج نشري نزيد نزيد منه عندي سكر كلاصي مقدار انا عامله هنايا طاسه ولكن ما غنعملهاش كامله مقدار ميتين وخمسين غرام يلاه كيهز طاسه البنات عندي القرفه القرفه حسب الذوق اللي كتعجبو القرفه يعمل القرفه اللي ما كتعجبوش القرفه ممكن ما عندي الزبده مذوبه نص كاس الزبده مذوبه وعندي جوج معالق العسل الحره انا عندي هنا العسل الحره اللي ما عندوش العسل الحره يمكن يستعمل شي نوع ديال العسل واحد اخر ويكون مزيان عندي ماء الزهر ماء الزهر ضروري في هذه الوصفه هو اللي كيعطي هذيك المذاق مزيون كيجي واحد المذاق مع ديك الفواكه المعسله والجافه كيجي واحد المذاق غزال بزاف غندوز معكم المراحل التحضير البنات بقاو معايا وانتم كتشوفوا غادي نجيب واحد الهشوار وغادي نحاول اللوز هنايا يعني انا اللوز مسحته مزيان وحمرته هذا اللوز محمر مسحتو بشي بواحد الزيف مسحته مزيان ومن بعد حمرته غندوز هنايا يعني غادي نطحنو اللوز ما تطحنوش حتى يولي حتى يولي غابره يعني حتى يولي زيت خليوه بحال هكذا الطروفة أه أه يعني خليوه مهرمش كيفاش كنقولو خليوه مهرمش باش كيجي مزيون ف# ف# باش كيجي معلك ومي كتعطل هديك القنينطة كتعاطل اللوز وكتعط# يعني كل الح كل مداق كتعطو هو هذاك المهم البنات ديك اللوز كيف قلت لكم غتخليوه مهرمش ما طحنوهش بزاف حتى يتعسل ولا حتى يطلق الزيت ديالو خليوه مهرمش خليوه طروفه صغارين غادي نطحنوه من بعد غادي نشدو وغادي القرقع هذا القرقع حتى هو ديجا انا ضفت هنايا الزنجلان كيف شفتوا الزنجلان منقى ومحمر حتى هو الكركاع تمسحوه مزيان حتى هو بنفس الطريقه اللي مسحنا بها اللوز بواحد الزيف فازوك كتمسحوه حمروه شويه في الفران ما تحمروهش بزاف غير دخلوه واحد واحد خمسه دقائق وخرجوه وكت كت, كت حتى هو كطحنوا ولكن حتى هو خليوه مهرمش يعني خليوه يعني خلي طروفه صغار يعني ماشي نطحنوه حتى لهذا هنا الزبيب انا كيف قلت لكم فزقناه في, في الماء في المظهر عفوا قبل وخليته تتنفخ وغادي نشبر واحد واحد أه على سطح العمل نحاول نقطعو بهالطريقة الطريقه نقطعو الى قطع صغيره صغيره جدا يا بنتي جات باغا تخدم معايا غنحاول نقطعو الى قطع صغيره وغادي نضيفو على الخليط ديالي كيف ما هاد لي البنات بزاف مقويين بزاف ومفيدين بزاف سواء للدراري الصغار ولا البنات خصوصا في رمضان وحدة كافية في السحور كتعطيك القوة والطاقة ليوم كامل كتعطيك فريمو القوة والطاقة ليوم كامل كنتمنى تجربوهم وتعملوهم أنا متأكدة ما تستغنوا اليوم إضافة إلى المذاق ديالهم اللي كيجي كي لذيذ بزاف بزاف وهما غنيين بزاف بالمكونات الصحية يعني اللوز نتوما عارفين شحال فيه شحال فيه ديال المواد الصحيه القرقع كذلك ومثال الزنجلان انا هنايا حاولت نعملهم صحيين مئة في المئة يعني غادي نطيبهم في الفران ما غنقليهم ما شي حاجه ضفت لهم الماء الزهر العسل الحر الزبده ما كثرتش فيها القليل جدا من القرفه اللي بغى يزيد معاهم المسكه ممكن يزيد معاهم المسكه الحره حتى هي كتعطي المذاق كتعطي المذاق زوين غير وكان ما يكثرش غير واحد شويه د المسكه هنايا غادي نضيف القرفه هذه نرجع ان شاء الله سوف الله العظيم غنرجع نعمل القرفه عندي في القرفه فيهم وغادي نضيف هذيك الزبده اللي عندي شتو ماشي نص كاس عامر اي شويه يعني واحد ربع كاس غير باش يتجمع لي الخليط فقط غادي نضيف فقط نص طاسه ديال السكر كلاصي شتو كيف ما ما ضفتش السكر كثيره اللي حتى العسل وانا ما كيعجبنيش يجيو حلوين بزاف من الاحسن يجيو غير شويه غنضيف ربع كاس ديال ماء الزهر ربع كاس ماشي نص كاس ربع كاس ديال ماء الزهر وغادي نجمع الخليط غنحاول نجمعو غنشوف واش كيتجمع ليا بين يديا ولا مازال غادي يكون هنا مازال ما, ما كيتجمعش حتى نضيف العسل العسل ضفت جوج معالق كبار ضفت ثلاثه المعالق كبار زدت معلقه واحده باش يلا تجمع ليا الخليط وجاني معلك وجاتني هذيك التعليكه هذيك التعليكه كتجي مزيونه بزاف بزاف هنا غادي نجمع غادي نجمع الخليط ديالي حتى يولي يتجمع ليا بين يديا ويشكل ليا كريات كريات ولا ولا سيجارات انا هنايا غادي نشكلو على شكل طولي غادي نبقى نجمعو مزيان مزيان حتى يتشكل ها هو كيف ما شفتو راه تشكل دابا ولا يقدر انه يتشكل ليا هنايا غادي نجيبو حصنية وغادي غادي نحاول نشكل هذيك لي ديالي باش ملي نجي نعمر في الورقه يجوني ساهلين ماشي كل مره عاد نبقى نهز ونعمر هيدا غادي يجوني ساهلين احسن غادي غادي نشكل هذيك الكميه اللي عندي كامله وندوز ان شاء الله نعمر في الورقه بقاو معايا باش معي المراحل المهم البنات هنايا غادي نجيب الورقه ديالي الورقه دائرية كيف ما كتعرفوا شكل الورقه هنا انا قسمتها على جوج كيف ما كتشوفوا وغادي نحاول نقسمها على أربعة غادي آه نقطع من الوسط وهادي كيف ما كتشوفوا دابا غادي نقطع باش يجيوني شكل لي هما لي كيجي كيجيو رقاق ما يعني غلاط بزاف غنقطعها آه على الشكل هذا على أربعة آه قطعتها في الاول في النص ومن بعد قطعتها بهذه الطريقه هذه غادي نلويها مزيان في هذيك البلاستيك باش ما باش ما تخسرش ليا وغادي نبدا ان شاء الله نعمر معكم هنايا انا غادي نشد غير بالزبده والزيت بالزبده فقط عفوا ما غاديش نعمل الماء دقيق الزبده كافيه وما اصلا ما كيتحلوش معايا في الفرن تماما غادي نحاول ان شاء الله نعمر كيف القاعده ديها الحرشة الفوق والرطبة لتحت يعني إيه القاعدة كتقول في الورقة دائما من نجي نعمره ديها الحرشة الفوق والرطبة لتحت كنبدأ نشكلهم بهذا الشكل هذا وكنعمل الزبدة وكنشد كيف ما قلت لكم هما ما شي في الفران يعني أنا ما غاديش نقليهم أنا غادي نعملهم في الفران فقط مندي كنشدهم بالزبدة يعني ما كيتحلوا شي هانتوما ها كيف ما كتشوفوا الطريقه تبعوا معايا مزيان الطريقه كيفاش كنشدهم طريقه ديال السيجار معروفه تقريبا كاع البنات كيعرفوها وبالنسبه للبنات المبتدئات اللي ما كيعرفوش الطريقه هذه هي الطريقه يعني كنحط وكنحط الحشوه ديالي في الوسط وكنجمع من الجوانب الورقه من الجوانب على السيجار اللي عندي من الجانب الاول والجانب الثاني وكنلوي كنلوي ومن بعد كندهن الزبده وكان وكنسد السيجار ديالي وكنوضع في الصينيه اللي غادي نطيب فيها كنستمر على غادي نستمر على الطريقه هذه حتى كن... حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله هذه آآ... هاد الكميه هادي ما خرجت ليش بزاف لي سيغار المهم يعني كتخرج كميه لا باس بها بالنسبه ل... انا ماشي يعني انا آآ... ماشي بز... ما عنديش افراد افراد في العائله كثار يعني هاد الكميه هذه كافيه انا شهر رمضان المبارك ان شاء الله هي البنات الكميه اللي خارج ليا انا كملت هنايا عملت في واحد الطاوه ديجا بورق الزبده هذه الكميه هذه هي اللي خرجت لي وغادي ندخلها الفرن طيب هي من بعد ما طابت كيخرجوا بحال هكا من بعد ما طيبتهم وهنا غادي نحاول نعسلهم غنلوحهم في العسل وخليهم يشربوا العسل مزيان يعني ضروري خصهم يشربوا العسل مزيان باش كيجيو مع السلين وكيجيو مع الكين خصهم يشربوا العسل مزيان هنايا انا غنوضع شويه بشويه ونخليهم يتعسلوا عاد كنهزهم وكنحطهم في, في في البلاصه اللي غنخليهم يستقطروا فيها من هذاك العسل وكنلوح عليهم الزنجلان كله بالنسبة لطريقة كل بالنسبه للطريقه ديال التزيين كل واحد وكل واحد والطريقه ديالهم يعني انا غير عليهم اليوم الزنجلان فقط يمكن تعملهم لهم الزنجلان في الجوانب يعني الجنب الاول الجوانب ديالهم كيجيو كذلك مزيونين ممكن ترشوهم باللوز ايفيلي ممكن ترشوهم بالقرغام هرمش واللوز هرمش كل واحد باش يقدر يزينهم انا هنايا فقط اكتفيت بالتزيين ديال بالزنجلان حيت كيعجبني المذاق ديال الزنجلان فيهم مذاق الزنجلان فيهم كيجي طاغي كيجي مزيون غنبقى أنا نعسل أنا فيهم على هذه الطريقه هذه حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله ها هما البنات بعد ما عسلتهم وزورتهم بالجنجلان ها هو الشكل ديالهم كيف كيجي شوف كيف كيجيو معسلين من الداخل ملي يعني كتحلي القنطره كيجيو معسلين ومعلكين بزاف من الداخل بالنسبه للطريقه ديال الاحتفاظ بهم البنات غير واحد البواطه بحال اللي عملت انايا وكنستف آه الصف الاول كنعمل الكاري الزبده وكنستف الثاني كنحتفظ بهم في المجمد فاش كتجبدهم جبدوهم قبل كتجبدهم كيف ما هما بحال يلاه طيبتيهم ما كي كيوقع لهم شي حاجه كنحتفظ بهم في المجمد وكل مره كنجبد القدر اللي كيكون خاصني وكنخليه عندي غادي نخوي عليهم هذيك كلاس اللي اللي استقطعوا فيها وبقات ليا غنخويها عليهم ونسد البواطه ديالي ونخليهم في الفريق آه الوقت الاستعمال فوقاش ما بغيت نستعملهم من انا كنجبدهم هادو هما القنينطات ديالنا البنات هاد النهار هاد لي المعروفين أه كنت من تجربوهم ان شاء الله فريمون كيجيو فنين ولا جربتوهم راه غادي يعجبوكم بزاف اللي أه عجبو الفيديو ديالي ما ينساش البارطاج البنات الاشتراك في القناه وبسلام عليكم رمضان مبارك سعيد وكل عام وانتم بالف خير ان شاء الله